سيعرف التمييز بأنه اسم نكرة جامد منصوب، دائماً يأتي منصوباً يذكر بعد مبهم ليزيل إبهام ما قبله، ويسمى المبهم الذي قبله بالمميز. وبما أنك خبير في التمييز، هات ما عندك وأخبرني بأنواع الاسم المميز. هل الاسم المميز أنواع؟ طبعاً خبير، والإجابة بسيطة أيها الذكي. للاسم المميز نوعان: الأول مميز ملفوظ، وهو الاسم المبهم الذي يذكر قبل التمييز، وأنواعه الوزن، المساحة، الكيل، والعدد. ما المقصود بالمميز الوزن والمساحة والكيل والعدد؟ المميز الوزن يطلق على أسماء الوزن: قنطار، كيلو، رطل، لتر، طن، جرام، مثقال ذرة، إلخ. مثال: اشتريت رطلين من اللحم.